يعطيكي ألف عافية. يعطيكي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. أكيد حابين بالبداية أن نتعرف على حضرتك أكثر. مدرسة غنوة نصري، مدرسة اجتماعيات بمدرسة سعطة الحصري. أهلا وسهلا فيكي. اليوم إحنا حابين نستضيفك معنا بالبرنامج حتى نحكي شوي عن التفوق. مثل ما بنعرف أنه أكيد التفوق ما بيكون فقط هو جهد الطالب لحال أو جهد الأهل لحال، هو أكيد تكافل لكل الجهود، والمدرس اللي مثل حضرتك أكيد أنه هو بيكون له جزء الأكبر من هذا الجهد. نحكي شوي عن هاي النقطة. طبعا التفوق هو يعني جهد وتعاون ما بين المدرسة من جهة والأهل من جهة أخرى. المدرسة طبعا كتير متعاونة، سواء بالنسبة للمدرسين أو بالنسبة لإدارة المدرسة في تعاون، إضافة لتوفير وسائل وتقنيات معينة بالنسبة للطلاب، هذا من جهة. جهة تانية الأهل طبعا في تعاون كبير من جهتهم، في متابعة للطلاب من جهتهم. الطلاب عندنا متميزين أيضا في 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 يعني في نشاطات من جهتهم، في تحضير، في شغل، وحبهم للمادة وحبهم للمدرس هذا له الأثر الأكبر طبعا، أنه يحبوا المادة ويشتغلوا عليها. صحيح، يمكن هي النقطة كتير مهمة بالنسبة للطالب أنه هو يكون بحب المادة بحب المدرس. أكيد ما بعرف إذا صادفتك هيك حالة أنه ممكن أنه الطالب يكون ما عم يتجاوب معك بالمادة، ما حاستي أنه ما كتير عم يحبها. كيف تقدري أنه تساعدي لحتى أنه هو يتخطى هذا الموضوع؟ طبعا معظم الطلاب اللي بيجوا على المدرسة بالبداية بيكونوا ما بيحبوا يعني مادة الاجتماعيات بالذات، بيقولوا عنها جافة. فنحن كتير منحاول انه نحسسهم ان هي المادة مو بس حفظية، لا يعني فكرة غلط انها هي حفظية، انما هي فهم بالدرجة الاولى، خاصة مادة الجغرافيا هي فهم واستيعاب وإلها علاقة وصلة بالواقع، يعني هذا الشيء الحلو بالمادة تبعنا. فمعظم الطلاب الحمد لله يعني بيطلعوا من السنة حابين المادة ومغيرين وجهة نظرهم كليا عن المادة. صحيح، يمكن هي مادة الاجتماعيات انه ممكن بيعتبروها مثل ما ذكرتي حضرتك جافة شوي، بحاجة لحفظ اكتر. بس كمان في نقطة كتير طلاب بيخافوا منها اللي هي الخرائط، مثل ما بنعرف انه صارت بالجغرافيا وبالتاريخ وقت اللي بيكون طالب عنده صعوبة بجوز انه هو ما بيقدر انه هو يرسم بشكل عام، يعني بيكون حتى بالرسم عنده شوية ضعف، كيف يقدر انه هو يتخطى هاي النقطة لحتى يكون قدران انه هو يرسم خريطة؟ يعني أول شيء المتابعة وتعاملهم مع الخريطة بشكل ملموس، يشوفوا الخريطة، يشوفوا قارات العالم، هالتعامل هذا بشكل ملموس بالبداية، يحبوا الخريطة بعدين يحاولوا يرسموها، ومتابعة منهم طبعا، ومتابعة منها إن شاء الله بتجاوزوا يعني هالنقطة إن شاء الله. هلا بنهاية حديثنا إذا في نصائح حابة توجهيها للطلاب اللي عم يشوفونا، وحتى للأهل لأولياء أمور الطلاب اللي هلا عم يشوفونا. هلا بالدرجة الأولى متابعة الطالب وشغله بالمنزل. هلا ممكن يكتسب المعلومة بالمدرسة حوالي 90%، ولكن إذا ما تابعها بنفس اليوم ممكن يخسر هالمعلومات هاي، يتراجع على 50%، إنما إذا تابعها يوميا يقدر فعلا 100% يحصل على المادة العلمية. طبعا اكيد بالنهايه نحن حابين نتشكرك كثير، نتشكر وقتك ونتشكر جهودك اللي انت عم تبذليها مع كل الطالبات لحتى يكونوا بهذا التفوق والنجاح.
أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك. طبعا كمان نحن حابين بعد إذنك أنه نحن نستأذنك أنه نأخذ الطالبة المتفوقة شهد لحتى كمان نعمل معها لقاء ونستفيد من خبرتها ومن تجربتها لحتى تقدر تفيد رفقاتها اللي عم يشوفوها. تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي معنا شهد. رفقاتي حلوين حلوي مدرستنا على الفرح ربتنا المحط في عقيدنا نحن شو شاطرين ونحن مش جديدين رفقاتي حلوين وحلوي مدرستنا رفقاتي حلوين وحلوي مدرستنا على الفرح ربتنا المحط في عقيدنا نحن شو شاطرين ونحن مش جديدين رفقاتي حلوين وحلوي مدرستنا بالبداية شاهد احنا حابين نرحب فيك ونبارك لك على هذا النجاح والتفوق اللي انت حصلتي عليه. شكرا لك كثير. طبعا شاهد احنا بنعرف انه انت انتقلتي من محافظة لمحافظة وهذا الشيء يمكن سبب لك بالبداية شوية صعوبات شوية لبكة جو جديد ومدرسة جديدة، احكي لنا شوي عن هاي النقطة. طبعا انتقال رح يكون شيء صعب للانتقال يعني كطفلة يعني واجه شوية صعوبات بس الحمد لله بسبب مساعدة مساعدتي يعطوني دعم نفسي طبعا أهلي ما فيني استفضل قدرت أني أتخطى هذا الشيء اللي أنا واجهته. طبعا شاهد احنا بنعرف انه النجاح عطول بيكون ما نجهد فرد لحاله بيكون تكافل لمجهود عدة أشخاص، نحكي شوي عن دور الأهل دور المدرسين. هلا أهلي كان إجوا جدًا أنا كان بدي بحتاج أكثر شيء دعم نفسي إنه أنا كنت أشعر من حالة إنه التوتر نعمة فأهلي جدًا ساعدوني في حالة الدعم النفسي بالدراسة في أشياء ممكن أنا ما كتير استصعبتها شوي وشرحوا لي الأساتذة بس بس في فكر محتاج إنه نساعدني فيه أهلي فأني ساعدوني بفقط مواد ما درسوا الدرس كامل بس أفكار يعني. طبعا مثل ما بنعرف شاهد انه اكيد الدعم النفسي اللي تلقيتيه من الاهل بيكون له دور كتير ايجابي لحتى انه تقدري انك تحسني نفسيتك اكثر وتقدري انك انت تنظمي وقتك تمارسي هواياتك، احكي لنا شوي عن هاي النقطه. هلا اهلي نصحوني بمارس الهوايات اللي انا بحبها وتابع الكل انا ماشي عليه، هلا حاليا انا بلعب الريشه وطلع بطولات فيها واخذت الاولى على سوريا في عام 2015، هاد كملت فيها بعد ما قطعت فتره نوعا ما، حاولت اكتشف هوايات جديده مثل ركوب الخيل هي الفروسيه بنسميها احنا، كمان هلا هاد اللي قدرت اني اسويه بالشتاء. معناتها شاهد احنا متفقين على نقطة انه اكيد بالنسبة لرفقاتك اللي عندهم هوايات اللي عندهم اي امور مثلا بيحبوا يمارسوا انا الدراسة معنا حجة لحتى انه هن يقدروا ما يقدروا انه هن يمارسوا هواياتهم، بيقدروا من خلال تنظيم الوقت انه هن يمارسوا هواياتهم اللي بيحبوها وينجحوا فيها وكمان انه هن يدرسوا. هلا هو كمان بيعود لحسب قابلية الشخص انه هو ينظم وقته كمان يعني، بس بظن انه اكثر شيء اهم شيء انه الواحد يراجع درسه لما هو يرجع مشان تضل المعلومات مثبته بمخه اكثر، يفهم الدروس مع الاسف 70% من الفهم والحفظ والجهد اللي تبذليه هو دائما يكون مع الاسف، وكمان هلا اذا هو كان عنده وقت فاضي وحس انه عم يشعر بالملل ونفسيته ما كثير مرتاحه، فضل انه يسجل هوايه ما تريح له كثير وقته وتريح نفسيته بنفس الوقت. طبعا شاهد مكملين نحن وياك حوارنا لليوم بس رح نطلع لحتى نشوف لقطات من حفل التكريم اللي المدرسه حبت انه هي تحتفل فيكي انت ورفقاتك وتبارك لكم بهذا النجاح والتفوق، وكمان في لقاء مع والدتك حول هذا التكريم رح نشوفه ونرجع نحن وياك بنكفي حوارنا. رفقاتي حلوين وحلوي مدرستنا على الفرح ربتنا المحط في عقيدنا نحنا شو شاطرين ونحنا مش جديدين رفقاتي حلوين وحلوي مدرستنا الأولى على المدرسة السنة اجتنا هي أول سنة وأثبتت جدارتها وتميزها عن باقي الطالبات، الأولى على المدرسة هي من سابع خامسة طالبة شهد دبيات جمعت 4268 وين شهد؟ تفضلي شهد. مبروك يا شهد متميزة بكل شيء شهد. من 4300 لا أي يلا يا شهد لسه رفقاتي حلوين وحلوي مدرستنا نطلع على الأكبر العمر ما بيوقف علمتنا
يسعد اوقاتكم مشاهدينا. نحن اليوم موجودين بمدرسة ساطع الحصري بحفل تكريم المتفوقين، وهلا موجود معنا احد اهالي المتفوقين. مرحبا. اهلين، اهلا وسهلا. تعرفينا على حضرتك؟ ريم الحموي، والدة شهد الدبيات. حضرتك مدام ريم والدتها لشهد الطالعة المتفوقة الأولى على صف السابع، تحكي لنا كيف شعورك بهذا التفوق اليوم لشهد؟ أكيد مبسوطة ومرتاحة كثير، يعني نتيجة جهد لشهد وتعب ومثابرة وانضباط والتزام. سعيدة وكثير فخورة بشهد وفخورة بالمدرسة والكادر التدريسي والموجهين والمدرسين. بفخورك مع شهد، أكيد أنت كنت متابعتيها دراسيا، يعني كيف كانت المتابعة من قبلك بالمدرسة وبالبيت؟ شهد بحد يعني هي بطبيعتها كثير ملتزمة، محبة للعلم والتفوق والتميز. يعني دائما تيجي من مدرستها أهم شيء عندها دراستها، وعندك بتمارس هوايتها بشكل يعني تنظيم للوقت بشكل كامل، متابعة حريصة جدا على أدق التفاصيل بالدراسة، أدق التفاصيل بأي يعني أي كتاب أي معلومة كانت، مثابرة جدا. كيف كان حضرتك تواصل مع المدرسة؟ كان بشكل أسبوعي أو لما بتواجه شهد مشكلة كيف كان يتم التواصل؟ أول شيء أنا بشكر المديرة لتواصلها الدائم واهتمامها بشكل كتير كتير كبير بالناحية النفسية والتربوية والتدريسية للطلاب. اتواصل معك كل شيء اسبوع اسبوعين، اذا في شيء اي مستجدات، اذا في شيء اي تعليق اي ملاحظه، نتعاون سوا لنطلع نحصد نتائج كويسه وممتازه. اكيد هاي النتيجه حصلتوا عليها من الدعم النفسي اللي قدمتوه لشهد، تحكي لنا شوي عن الدعم النفسي، كيف كنتوا تساعدوها نفسيا او كانت تواجه مثلا صعوبه باي ماده، كيف كان هذا الدعم؟ يعني بشكل طبيعي الطالب بيتوتر، الطالب الحريص والمجد والمثابر بيتوتر لادق يعني لا اذا عنده شيء نقص باي علامه او نص علامه، دائما نحن انه انت فقط شهد بزيدي جهدك وادي واجبك وما في مشكله، يعني انت اكيد رح يعني تحصدي شيء جيد وممتاز. كلمه اخيره بتحبي توجهيها للاهالي اللي عم يتابعونا، كرمال يكونوا جنب اطفالهم او طلاب مشان يكونوا متفوقين؟ أنا بوجه الأهالي اهتمام بطلابهم، عندنا جيل واعي فعلا متميز ومدرك لهالمرحلة الصعبة الأزمة، فضروري كتير الالتزام بالتدريس والتفوق لنتخطى هاي المرحلة الصعبة اللي نحن عايشينها، وضروري الطفل كمان بهيك مرحلة يتابع هواياته لحتى ينسى الهموم والمشاكل اللي عاشها والازمه اللي عاشها ويطلع بنتيجه حلوه كثير لحياته. نتشكر كثير وجودك مدام ريما، وبالتوفيق دائم مش لشهد. شكرا لكم لوجودكم واهتمامكم ومتابعتكم. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، بنتابعكم بحلقات الجايه، خلوكم معنا. نحن شو شاطرين ونحن مش تنكين، رقه في حلوين وحلوه مدرستنا. طبعا هلا تابعتوا انتوا موضوع تكريم المتفوقات بالمدرسه، كان عندي متفوقات على المدرسه ككل لكل المراحل، في متفوقات على مرحله السابع الثامن التاسع، مرحله كمان في متفوقات على مستوى الصف. طبعا كرمنا كل هالمتفوقات طبعا لنشجعهم اكثر انه يكون في تفوق اكثر وتميز اكثر. طبعا كانت الطالبه الاولى على المدرسه شام دبيات، طبعا اجتنا هي السنه الطالبه متميزه جدا، يعني من اول شهر تقريبا كان عندنا توقع بتميزها انا والمدرسات والكادر، كونها انه كانت حريصه جدا على ربع العلامه على نص العلامه، متابعه انه بدها تعرف حتى اذا كان في غلط بعلاماتها او بنتائجها بدها تعرف من وين الغلط وليش، وهي تحاسب حتى نفسها مشان الغلط. طبعا كان في تواصل بيننا وبين اهلها كمان متابعينها بشكل كامل، انه متعودة على التفوق من وقت ما كانت بالمرحلة الابتدائية، ونحن حاولنا كمان نساعدها ونرفع لها وندعمها أكثر، نرفع من معنوياتها أكثر لتستمر بالتفوق. عندي كان كمان طلعت مو بس الأولى على المدرسة، الأولى على مرحلة التعليم، مرحلة السابع، السوابع ككل، تسع شعب تقريبا السوابع. رفقاتي حلوين وحلوة مدرستنا، على الفرح ربتنا المحبة عطيتنا، نحن شو شاطرين ونحن مش تهدين، رفقاتي حلوين وحلوة مدرستنا. طبعا شهد اكيد نحن بنعرف انه يمكن فرحة النجاح ما بتعادل اي فرحة، احكي لنا شو شعورك وقت اللي كنتي من بين المكرمين المتفوقين؟
هلا طبعا هو شعور جدا جميل وبالفخر لاني الانجاز اللي انا انجزته طبعا يعني، وكمان كان بشعور بالسعاده اللي اسعدت اهلي، وكان بفرحه كانت فرحه يعني مو بس لي، كان من جميع الاسر اللي كانت ساعدتني والاشخاص طبعا. يعني ما فيني اوصف يعني قد ايه كنت انا مبسوطه بالانجاز اللي انا كمان ساعدته، بتمنى كمان الافضل الافضل وتقدم للاعلى ان شاء الله. يعني شاهد نحن بنعرف يمكن اكثر شخص بيكون متواجد مع الطالب بالبيت هو الام طبعا حسب ظروف العمل بالنسبه للوالد، فهي يمكن اللي بتكون عم تتابعه من ناحيه الغذاء من ناحيه تنظيم الوقت بشكل عام بتكون هي متواجده معه اكثر شيء. احكي لنا شوي عن شعور والدتك بهي الفرحه، وكمان انه كيف كانت عم تقدر انه هي تنظم لك وقتك اكثر. تمام صح، هلا اكيد ما بننسى دور الاب طبعا انه كان دور جدا هون، بس هي متواجده اكثر طبعا. هي كان جدا اهم دعم نفسي لإلي يعني، دائما تحاول تراعيني بالدواء ايضا لانه ما اكون مرضانه، فالغذاء كان جدا هام شيء بالنسبه لي، لما انا اكون شوي تعبانه تقدم لي مثلا عصير اني ركز اكثر اني اتنشط، فجدا ساعدت بهي الامور. وكمان يعني ما بنسى انه هي مجرد انه مثلا شيء انه ما كثير عم افهمه او ساعات انه هي ممكن تشرح لي او تساعدني، مجرد بس وجودها بشانها بالامان والراحه يعني ما كثير بشكلها لامي. شاهد هلا الطموحات، الطموحات الخطط المستقبلية اللي راسمتيها ببالك، الجدول اللي انت راسمتيه لحياتك. طيب هلا انا حاطه طموح جدا عالي في اكثر من امل مش عليه. هلا انا نوعا ما انا صغيره بحب اني ادرس طب وخاصه طب جراحه، بستمتع كثير بهذا الشيء وان شاء الله اني اوصل له نوعا ما. كمان بحب انه كمان اذا ما صار معي هذا الشيء متحقق كمان ممكن اطلع سفيره، وهذا الشيء جدا يلائمني اني بحب هدول الامور، وبنبسط انا عم قابل دول خارجيه اخرى والتعامل مع ثقافات وحضارات اخرى واتعرف عليهم. كمان شاهد احنا حابين انه انت نستغل وجودك معنا اليوم كمثال للطالب المتفوق الناجح، وكمان تقدمي له النصائح لرفقاتك اللي عم يشوفوك كيف يقدروا انه ينظموا وقتهم، كيف يقدروا انه يحصلوا على هذا التفوق. هلا اول شيء انه اهم شيء نحط هدف نحن نشتغل عليه، ودائما يكون عندك هو الطموح الشيء الاساسي، ما نحط انه نضيع وقتنا كثير باوقات الفراغ، ممكن ناخذ شوي من اوقات الفراغ بس نعتمد الوقت يعني الاعظم للدراسه اكثر لانه هي الشيء الاهم، ما نتشتت نحن عم ندرس باي شيء ثاني، نركز بالشيء اللي عم نحفظه او نعمله، ممكن نجلس نحن بوقت قصير ممكن ندرس مواد اكثر طالما نحن مركزين بالماده اللي عم ندرسها، كمان ممكن نحن نشغل حاستين ونحن عم ندرس، يعني هذا الشيء حكوا علينا العلماء انه لما تشتغلي بحاجتين بتركزي اكثر وبتحفظي اكثر، فهذا الشيء بعتمد عليه نوعا ما. مشاهدينا موعدنا بيتجدد معكم بحلقات جديده لحتى نتعرف ونحتفل اكثر بالتفوق والنجاح لطلاب جداد، الى اللقاء.